اساتذه يعذرني شين فان بونغ يعذرني محبينه وانا منهم للامانه اخطاء ساذجه جدا من لاعب بقيمه وحجم ووزن اللاعب الامريكي شين فان بونغ. اخونا يوسف يمكن يزعل عليك لانه هو من عشاق شين ويقول بس لو يلعب مستوى ما نبيه يفوز بس لو يلعب المستوى ما يحصل له وين ما يعني يعني المفروض الحين ان احنا نشوف العكس بس ترى شوف انت الحين انت علشان تبي يوسف يكون معك في ترشيح حتى ترى يوسف يرشح اللاعب النمساوي معي في الجانب الاخر ولو انا كان معلق طلع نفسه من موضوع الترشيحات بس احنا يعني خلاص احنا يعني نعلنها على الهواء علشان بعد شوي بنحرجها بالموضوع ولو الحين ما في حرج هو مرتاح الحين 7-1 اموره طيبه و يعني ما عنده مشاكل في الترشيح الترشيح شيء والتمني شيء انا اعلق الان بالموضوعيه وليس بالتمني لو بالتمني اتمنى شيء انه إيه والله انا معك كابتن منصور احنا قلنا الكلام هذا حتى قبل لا تصير كل هذا نعم ولكن اللي غاب عنا في 8 أشواط وهذا الشوط الثامن كابتن خالد نعم غاب عنا شيء وفي حقيقه انا تو انتبهت له الحين نعم تلاحظ وجوم في المدرجات انا قلت لك ان التعاطف كله مع كابتن مع شين فان بونغ نعم ولا واحد يعني يبي البن الحين راح نشوف الجمهور راح نسمع اسمع الان صوت الجمهور كابتن منصور نعم اسمع مدرج بالكامل متعاطف مع يعني اللاعب الامريكي شين فان بونغ يعني هذا دليل على كلامنا اللي احنا قلنا انه هو له شعبيه في الوطن العربي شعبيه جارفه جدا وصراحه يستحق يستاهل انما يعني هذا الفاينل والله يشوف كابتن منصور احنا عندنا يعني تاريخ مع احنا قلنا المباراه فيها دراما قد يعني اذا قدر لشين فان بونغ كابتن منصور انه يعود بهذه المباراه يمكن هالشوط راح يكون هو فاتحه الخير للامريكي وبدايه قصه ممكن نسولف عنها سنوات طويله كقصه الصيني اللي اعاد الامور يعني مع البريطاني الى نقطه الصفر ويصبح في إجابة الكابتن خالد مباراتين ليست مباراة واحدة. أنا قلت لك كابتن منصور أنا أناني فيما يخص شخصي لما أكون قاعد بروحي بالغرفة وأحب أطالع شيء ما يهمني كثير والله البطل واللي لعب أفضل يعني يهمني بعض الأمور الفنية اللي ممكن مثلا يمكن ما تعني كثير من اللاعبين أو المهتمين لما أنا أقول لك هذا اللاعب الصيني ليه وين أستاذ في الإدارة النفسية للمباريات الصعبة حقيقة بدون أي منافس يعني يا رجل المباراة كانت يعني غريبة عجيبة الآن فرصة تاريخية يعني للأمريكي شين فان بونغ إنه على الأقل يبتدي فعلا يتحكم يعني بالمباراة 7-3 والله أهوى من 7-1 يا كابتن منصور ولكن 2-3 الآن لازم يتصرف فيها بشكل يعني بالعكس ما يعني لازم يتصرف فيها الأبيض ممكن يعدي بين 5 و9 بكل حرية كابتن منصور ويلقى نفسه في الجهة المقابلة علشان يعمل ثنكات على 3 والله اللي ضيع رجع شوف رجع نعم. بالزاوية الثانية أيضاً شوف نعم. يعني لا بالعكس البوزيشن ما كان هذا اللي قصد يعني إذا كان في معضلة كان فقط إسقاط الأثنين لأنه هو الآن يعاني وضيع ضيع الأربعة أنا هذا كور سهلة ضيع كور سهلة كثيرة في المباراة انما خلاص يعني ما اعتقد ان طيب كابتن منصور خليني اسالك سؤال مختلف شوي نعم انت قلت انه كان مبين عليه خايف لما ضيع الاربعه على النص انت تدري ان الاداء السيء الغير متوقع لبعض اللاعبين مرات يكون سلاح ذو حدين كابتن منصور لان اللاعب اذا ادرك يعني مثلا السكور كان 7-1 شين فان بونغ الان يفكر انه خلاص انا يعني 90% خسران فما صار عندي شيء اخسره في المباراه يبتدي يتحرر من الضغط ويظهر جانب المشوف الآن متحرر أنت تشعر الآن أن في نعيش هذه اللحظة الآن مع اللاعب الأمريكي شين ليس لدي أسوأ ما حصل شوف الستة خطيرة جدا ليس لدي أسوأ مما شاهد الجمهور اليوم شوف تفاعل الجمهور كابتن منصور نسمع الجمهور عقب هدوء يعني نسمع الجماهير تتعاطف هنا في النادي العربي مع الامريكي شين فان بونغ برغم الاداء السيء الجمهور يقف الى جانب هذا اللاعب والله جمهور وفي كابتن جمهور وفي يعني هم شايفين انه هو قاعد يضيع كور صراحه يعني سهله ويعني لا تليق بلاعب بقيمه ومكانه اللاعب شين فان بونغ ومع ذلك لا يزال ملتزم بتشجيع ودعم اللاعب الامريكي شين فان بونغ هذا درس لبعض جماهير الأندية
لا تفتح علينا أو جماهير كابتن منصور. عموما كابتن خالد عشان ما يفوتنا ما نفوت اللحظة. نعم. الآن لكي يعود شين للمباراة. نعم. وضع صعب جدا حقيقة. نعم. يعني ما برغم ما حصل. ولو إنه صار أخف صعوبة. أخف صعوبة ولكن إلى زال الآن ألبن أوشن منتظر الفرصة. مصيب. منتظر متى ينهي هذا اللاعب. نعم. إذا كان سيحصل كامباك زي ما قلنا أو رجوع للمباراة. نعم. يجب أن تتحقق ثلاث عوامل. ثلاث عوامل مهمة إذا لم تتحقق. أولاً أن يخفق ألبن أوشن في بريك أو بريكين أو تنفيذ بعض الضربات. ثانياً الحظ وهذا اللي تكلمنا عنه قبل. نعم. ثالثاً أنه شين يبقى في هذا المستوى في الشوطين الأخيرة ما أتوقع كابتن منصور إن شين بعد ما صارت النتيجة 7-1 يعني سيبقى بالعربي استوت عنده سيبقى في هذا المستوى يعني هو شايف نفسه أنه يعني مودع نعم. وأظن أن هذه من اللحظات الفارقة لأن أنا عشت مباريات من هالنوع كابتن منصور. يعني في مباريات أنا أذكر أني رجعت فيها مش لأني لاعب أفضل لأني فعلا استسلمت للهزيمة. أنا صرت مقتنع تماما أني خسران فجأة كابتن منصور الضغط كله يختفي والحذر والربط اللي تصير بالإيد صرت ألعب خلاص اللي إذا جتني فرصة بفوق بأخذ الجيم على الأقل خل أعدل سكوري وأعدل شكلي في خسارتي. الواحد يخسر مثلا يعني 13-6 أحسن ما خسر 13-1 أو 13 ويبدأ من هنا أتفاجأ كابتن منصور إن اللعب اللي أنا لعبت طبعا أنا ما أكون منتبه لخصمي كثيرا لأن في اللحظة هذه أنت تكون حزين شوية لأن أنت شايف خسارتك بعينك. أتفاجأ إن خصمي دخل البروشر الفوز بدأ يضيع والله ما لقيت نفس إلا فايز. وأنا أذكر مباراة يعني مع اللاعب الفلبيني المعروف جيفري دالونا كنا نلعب في بطولة العالم بالفجيرة على التي في تيبل كابتن منصور في دور أعتقد الـ 64 واللعب للسبعة 8 بول كان متقدم عني 5-0 والتدري جمهور إماراتي جمهور عربي فشلة يعني خلنا أخذ لنا جيمين ما يعني لا نطلع 7-0 منها. تخيل أن الظروف بدأت تخدمني والسلام والله رد قوي من اللاعب المساوي على احداث الشوطين اللي مضوا ما نهز الرجل قلت لك لازال يعني هذه كانت لحظة فارقة. نعم هذه كانت لحظة فارقة لو كان ضيع الاثنين معناته انه تاثر بالاداء اللي رجع للاعب شين فون بونك لكن يبدو ان الرجل يعني مو بالغ هذه الصعوبة اللي قلناها لازال ألبن منتظرا برغم ما حصل برغم كل اللي حصل هذه مشكلة. فيعني انا اقول لك هذا حصلت مع اللاعب جيفري دالونا واستطعت انه يفوز بالمباراة وانا اكد لك كابتن منصور ولا اجد حرج مش لاني كنت الطرف الافضل بالمباراة بقدر ما انه ارتحت من البرشر خلاص انا استسلمت للخسارة. فجأة ايدي بدت تكون مرتاحة اكثر ارتكب خطأين اللاعب جيفري دالونا انا من 5-0 الى 7-5 عندي غلطة وهيتيمة فقط فزت بالمباراة 7-5 لانك بدأت تلعب يعني هو الضغط بدأ يرجع لي لما صرنا 5 الكل بدأت استوعب ان فرصتي بالفوز ردت بس هني كنت انا معنويا وضعي افضل من خصمي لان انا اللي راجع من 5-0 وليس العكس تحررت من السؤل بالضبط. يمكن نفس الحالة يعني وهذه تتكرر كثير في البليارد يمكن نفس الحالة الآن يعيشها شين بعد ما وصلت 7-1 أعتقد أنه في ذهنه يعني ما راح يصير أسوأ من هذا السيناريو في الفاني. إذا كان على قولتك أكثر المتفائلين بألبن أوشن وأكثر المتشائمين لشين فان بونينغ أتوقع لو كان سألوهم 5-1 قلنا مستحيلة فما بالك ب7-1 ولكن احنا قلنا ثلاث عوامل يحتاجها عشان يعود. نعم. واحد منها انه يخفق ألبن وألبن الى الان لم يخفق يعني اذا انت سويت اللي عليك وتغلبت على السوق. نعم. ورجعت هذا عامل من ثلاثة هذا عامل من ثلاثة ينتظر عاملين واحد عامل الحظ وعامل ان ألبن أوشن يعني لابد يكون له نصيبه من الاخطاء في المباراة يخفق شيء واعتقد انه اخفق هذا بداية اعتقد انه اخفق هذه بداية الاخفاق لأنه زي ما قلنا خالد وهذا شيء ثابت بحكم خبرتك وخبرتي في المباريات. نعم. إذا لم يقصر خصمك ليس لديك مساحة كبيرة طبيعي في النهاية يعني هي المباريات والبطولات تكسب كابتن منصور بلقطات ومرات حتى بأربع فرص يعني مرات تكون لقطة أصلا ما كانت في الحسبان ولا في الذهن وإحنا تكلمنا كثير واللي تابعون معانا بطولة العالم على مدى سنوات إحنا يعني في قناة الكاس صار لنا 6 سنوات نغطي البطولة أو 7 سنوات عفوا كل مرة نفس الدرس يتكرر نفس الدرس كابتن منصور إذا ما قدمت ما يشفع لك للفوز قطعا لن تفوز يعني نعم الحظ مؤثر نعم بعض التقلبات اللي صير في المباراة مؤثرة لكن كنا في المجمل نشوف أن صاحب الأداء الأفضل إلا طبعا في حالات نادرة واستثنائية
كنا نشوف يعني نفس العام مثلا يعني كوبني صراحة محفوظ صراحة. نعم اللي أقصده خالد أنه تقصير الخصم لكي تفوز نقصد في الكامباك وليس في أي مباراة في العودة بالنتيجة. نعم أكيد أنه في أي مباراة أنه إذا قصر خصمك أنت تفوز، لكن في الكامباك للرجوع تحتاج التقصير والحظ. التقصير نعم. والحظ والعودة لهذه الثلاث العوامل. إذا ما صار الثلاثة ما في مجال. إذا ما صاروا ما في مجال. أصبح معنى كلامك كابتن منصور أن كل كامباك حصل في البليار كان لابد في هذه الثلاث العوامل. ولا ما تقدر. وهنا أعتقد أنه ألبن برغم التقصير برضو قال لك أنا حاضر أنا موجود هذا سنوكر وتعال جرب عليه. زين خليني أنا أطلع شوية برا النص كابتن منصور. نعم. بعد إذنك يعني بعد السادة المشاهدين. نعم. 7-3 بولن هاند 4 كرات يعني 90% بتصير 8-3. إحنا شفنا أسوأ. شفنا 11-3. مباراة 2012. أنا راح أحفظ الجمهور والمتابعين. وأدعوهم صراحة أنهم يروحوا اليوتيوب يشوفوا المباراة عشان ما يلوموني لأن صراحة مباراة جميلة. أنا شفتها وبرجع أشوفها. صراحة الأمان. يعني أنا أشوفها بشكل دوري لأن من دروس المهم. وأخونا يوسف بيشوفها بعد. يمكن السر في رقم 3 كابتن منصور. يمكن السر في رقم 3. الآن بتصير 8-3. شو اللي يمنع الآن شين فان بونينغ مع تكرار أخطاء العام؟ شو اللي يمنع الآن شين فان بونينغ إنه يعود بال؟ وهذا التصفيق سبب الكرة رقم 2 خالد. كرة رقم 2 اللونج شوت. نعم اللونج شوت. لأنه زي اللي يقول لهم إذا تصفقون طيب أنا أحتاج تصفيق. يعني لا شك إن الأداء الفني الجمهور طبعًا يعني حتى. شوف هذه الكرة. هذه الكرة. والله لعبة يعني صعبة جدا. تذكر السبعة اللي ضيعها مع أليكس كابتن منصور كانت حتى أقل صعوبة من هاللعبة وكانت في سيمي فاينل مش في فاينل، ولكن الفرق الزمني في الكور هذه هو اللي وأيضا السبعة اللي أخطاها ألبن واتشن في السيمي فاينل كان أيضا هو فارق بالسكور. نعم. كابتن منصور يعني الظروف صراحة يبدو أن الرجل وجد نقطة التوازن اللي تكلم عنها بعد المباراة اللي ما كان يدري وين اللي ما كان يدري اللي كانت ضايعة منه في قبل النهائي. نعم. وسبحان الله يعني مرات الله إذا أراد أنك تفوز يهيئ لك السبل، يعني خلاه يخلص السيمي فاينل قبل الفاينل بوقت لكي يذهب يقعد مع نفسه. نعم. إلى الآن ما ندري يفوز بالفاينل أو لا حقيقة. نعم. الطاولة متقلبة. نعم. ولكن لو فاز فهذا من بعد التيسير يعني. نعم. شوف الآن أعتقد شين لم يكن سيئا لكن ألبن لا زال حاضرا. والله كابتن منصور أن أنت تلعب كيك بندين وما تصيد الكرة ما تصيد الكرة. نعم. نعم. ما تصيد الكرة يعني أنا أقول لك شيء يعني أنا أجزم لك أن لو يعيدها 10 مرات لن يخطئ الكرة كما أخطأ في مرة رافت. يعني مستغرب أن وخصوصا شين فان بونينغ. نعم. أن أنت تشوف منه خطأ في الكيك ولا هذه مسألة مستبعدة جدا. لا احنا نتكلم عن السوء في التنفيذ وليس في الكرة غير المباشرة يدخل العوامل. فيعني انت اوكي ان انت ممكن تلمس الاثنين وتعطيه فرصة هذا امر مقبول، لكن فاول صريح. لكن صراحة ما تقدر تلمس الاثنين وكان ايزي كيك يا كابتن. وعلى فكرة ترى شان من اللاعبين اللي يعرف الدايموند سيستم جيدا. بالضبط. في لاعبين يلعبون بالفيلينج فقط ما يلعبون على الدايموند. نعم. ولكن شين يعرف الدايموند جيد عند الفيلينج وعند الدايموند وهذا والمفروض انه لا يخطئ هذه الكره يعني. الان كان بوزيشن يعني اوف بالثلاثه لعب يعني لعبه استعراضيه اكثر ما هي فنيه وايضا الاربعه ما هي سهله والله. الان ليس لديه اي حل الا انه يخلص هذا الشوط باي شكل. يبدو ان الرجل فعلا تحرر من مساله. نعم. في الاداء نوعا ما مقبول الان ينتظر لان احنا الموضوع ليس باشوف البوزيشن.